عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم فيما يفعله بعض الإخوان في التشهد، وذلك بتحريك السبابة يمينا وشمالا وفوقا وتحتا بحجة أن الله في كل مكان؟ إذا كان يعتقد هذه العقيدة هذا حلولي والعياذ بالله، هذا كفر بالله عز وجل. تحريك السبابة ليس من لهذا الغرض الخبيث، إنما تحريك السبابة إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى الوحدانية، ولذلك يحركها عند لفظ الجلالة ويحركها عند الدعاء إشارة إلى التوحيد، وليس إشارة إلى أن الله في كل مكان. من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر حلولي.